من فريق الترصد لأدوية مرتبطة بالرعاية الصحية. راح إن شاء الله أتكلم اليوم عن دور الريسك أسسمنت في مكافحة العدوى في قسم الترصد تحديدا. راح إن شاء الله أتعرف على الأوتلاينز اللي راح أغطيها معكم اليوم. راح أتكلم على الأوبجيكتيفز، بعدين إنترودكشن، دور الليدرشيب في الانفكشن كنترول ريسك أسسمنت، وأهمية الانفكشن كنترول ريسك أسسمنت في منشآتنا الصحية، ومن ثم خطوات عمل الانفكشن كنترول ريسك أسسمنت والكومبوننتس الخاصة بالانفكشن كنترول ريسك أسسمنت، ومن ثم كيفية عمل حساب السكور الخاص بتقييم المخاطر، وفي النهاية الكلوجن. في البداية إن شاء الله في نهاية السيشن راح إن شاء الله يكون غطينا تعريف تقييم المخاطر أو Infection Control Risk Assessment وأهميته في القطاع الصحي وخطواته، ومن ثم راح نكون able to develop Infection Control Plan based على Risk Assessment. Create Progress Report to track accomplishment of Infection Control Plan. بس في البداية اعذروني على اللانجويج، ما ممكن تكون منها انجليش وعربيك لبعض المصطلحات. إذا في أحد في عنده باريرز لللانجويج جاست يعني يسألني في أي كومبوننتس أو أي سلايز ما تكون واضحة له. طبعا انفكشن كنترول، هدف انفكشن كنترول في أي منشأة صحية maintain a safe and healthy environment in healthcare settings, prevent spread of infection, ensure well-being of patients and staff and visitors. بمعنى infection control هدف في قطاعاتنا الصحية إنه يضمن بيئة صحية للممارسين الصحيين، أولا المرضى، ثانيا اثنين يحد انتشار العدوى في منشآتنا الصحية من خلال إجراءات وسياسات واضحة تضمن سلامة المرضى والزوار والممارسين الصحيين. طيب لما نقول عن البيسك برينسيبل اوف انفكشن كنترول، اي انفكشن كنترول يوجد له تقريبا ثلاث بيسك برينسيبلز، مبادئ. هي المبدا الاول البريفنشن. البريفنشن يعتمد على كومبوننت مهم اللي هو الايدوكيشن، التعليم، ومن ثم الكومبوننت الاخير اللي هو الكونتينيوس مونيتورينج، بمعنى لجعل منشآتنا الصحيه تحتوي على infection control departments based على scientific methodology. لابد أن نتأكد من ضمان تطبيق وتنفيذ الـ three components اللي هو prevention، مقابل له الـ training and education بشكل مستمر، ومن ثم الـ monitoring للـ progress الخاص أو الـ interventions الخاص أو تم عمله من قبل infection control. ليش هنا في continuous monitoring؟ حتى يحدد لي الجابس، هل الانترفينشنز او التدخل اللي تم اتخاذه من قبل مكافحة العدوى او الستوك هولدرز فعلا فعال، effectiveness له outcomes، او انه لا والله نحتاج نعيد النظر step back وإعادة تقييم الانترفينشنز again. لذلك مهم جدا كممارسين مكافحة عدوى نكون مطلعين على 3 مبادئ للانفكشن كنترول: prevention, education, continuous monitoring. طيب نجي تعريف الان الريسك اسسمنت. الريسك اسسمنت ان جنرال راح نعرفه بعد مراجعه الريتريشن ريفيو والافيدنس بيست. وجدنا انه الريسك اسسمنت عباره عن identifying and analyzing potential future events that may negatively impact individuals, assets and other environment. بشكل مبسط الريسك اسسمنت يعتمد على تحليل البيانات وجمعها لتحديد عوامل خطر او حوادث خطره في المنشآت الصحيه ممكن انها تنتج في المستقبل وتكون لي شيء سلبي على المنشأة الصحيه، على الكوستمرز اللي في المنشآت الصحية اللي هم البيشنتس أو حتى على الممارسين الصحيين. بشكل مبسط الريسك اسسمنت يحدد من خلال تحديد الإمكانية حدوث نتائج
وخيمة لا سمح الله في منشآتنا الصحية، وتدهور حالات المرضى نتيجة لإيفنت لم يتم اتخاذ أكشن عليه. طيب نتيجة البروسيس اللي من خلاله ممكن يحدد الاكسبريست وجود الحدث ممكن تحلل من خلال جزئيتين أو نوعين، هي ممكن تكون كواليتيتف وكوانتيتيتف اللي هي كمي ونوعي، وراح إن شاء الله نتعرف أكثر تفاصيل كثيرة عن الكواليتيتف والكوانتيتف في الكواليتي سيكشنز اليوم إن شاء الله. طيب ايش هو تعريف الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت؟ قبل شوي عرفنا الريسك ان جنرال كاسسمنت، الان عرف الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت. طيب يعرف الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت على انه coordinated activities to identify the risk for occurring or transmitting infections based on the patient population served, the types of services provided and the analysis of surveillance data. تمام، لما نجي نعرف الريسك اسسمنت من منظور الانفكشن كنترول، ان نقول من خلال تنسيق الجهود لتحديد المخاطر التي ممكن ان تنتج نتيجه العدوى المنتقله في المنشات الصحيه من خلال الخدمه المقدمه في المستشفيات. فيرست لاين او فيرست ستيب تو تحديد الخطر تو انلايز ات ممكن تكون السيرفيلنس داتا. دائما السيرفيلنس داتا هي اللي تعطي الارم للثريتنج او الامباكت او الايفنت اللي ممكن انها تحدث في المنشآت الصحيه. طيب بعد ما نعمل او فيرست اوف اول بعد عمل يعني الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت او دور الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت مع الليدرز، متى الليدرز في المنشآت الصحيه وصناع القرار ينظرون للانفكشن كنترول ريسك اسسمنت؟ وش دور الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت مع الليدرز؟ دوره انه الليدرز راح يفهمون وضعيه الفاسيلتي او المنشاه اللي يعملون فيها من ناحيه الاوت كمز، حتى يكون في جود اوت كمز لمنشاتنا الصحيه صناع القرار والمدراء والرؤساء التنفيذيين لابد انه يكون عندهم رول او ايديا حتى يبدون الآلية تقييم المخاطر لمنشآتهم الصحية. لذلك الريسك اسسمنت ممكن يكون أحد أو أنه أحد التولز اللي بناء عليه المدراء والليدرز يتم بناء عليه صنع القرار. طيب اثنين، before setting any goals or objective leaders must create structures from which to work. تمام، لما يكون في جابس في منشآتنا الصحية الليدرز أكيد راح يكون عندهم هاجس الانترفينشنز تو كلوز ذا الجاب، صحيح؟ اوكي، لابد انه يكون فيه كرييت ستراكشرز اللي هو تركيب او نهج واضح وفور للانترفينشنز الخاص بالانفكشن كنترول. ايضا انفكشن كنترول ريسك اسسمنت كونسيدرز بوتنشال هازرز اند بريورتايز ذيم تو بيتر جايد جول سيتنج اند استراتيجي ديفلوبمنت. لما يكون عند صناع القرار والليدرز اولويه لعمل خطة تصحيحية according to risk assessment priorities، هنا يكون leaders عندهم صورة واضحة لوضعية المنشأة اللي يعملون فيها، هل هو مثلا راح يبدأ مثلا بالهاي ريسك ايشيو او بالمينيمم او بالميديوم؟ طبعا راح يكون بالهاي ريسك فالاقل حتى يكون بناء عليه البرفورمانس بروجمنت بروجكت يخدم المنشأة الصحية. طيب بعض الاكزامبلز للانفكشن كنترول ريسك في المنشآت الصحيه، كثير الاكزامبلز او الامثله، لكن خذينا بعضها ك تذكير او كجيف جود ايمج للاودينس، مثل لاك اوف هاند هايجين. اللاك اوف هاند هايجين في الكريتيكال ارياز مثلا اكيد انه مرتبط مع السيرفيلنس راح يزيد معي الايفنتات، هذا احد الانواع. Unsafe injection practices مثلا انا كممارس صحي اخدم المريض ما عندي مثلا good protection او prevention during dealing with the injection راح يكون فيها risk للبيشنت، او الاكثر risk راح يكون للممارس الصحي نفسه. لما يكون في poor cleaning او disinfection او sterilization للبعض الادوات المرتبطه ب
خدمة المريض، راح لما يكون فيه an adequate environmental cleaning من ناحية departments, critical areas، كلها تشكل أمثلة لأماكن تواجد الخطر في المنشآت الصحية، وفيها ما أمثلة كثيرة جدا. طيب why risk assessment is important؟ أول سؤال يخطر على بال ممارس مكافحة العدوى، ليش إحنا كممارسين مكافحة عدوى أو كممارسين صحيين مهتمين في مكافحة العدوى نعتبر إنه ريسك الاسسمنت مهم جدا؟ أوكي، بعد مراجعة الليترشر والإفيدنس بيست طلع فيه very 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 significant recommendations to use the risk assessment in our IPC department. First of all, provides a basis for infection surveillance, prevention and control activities, identifies a risk population procedure in your facility, improve patient safety, improve staff safety, improves efficiency, desired results, identify training issues, and implementing new interventions. Okay. نقدر نقول ان الريسك اسسمنت بعد عمله يعتبر خارطة طريق لتنفيذ مشاريع تحسينية ممكن انها تعود على النفع good outcomes للمنشآت الصحية وللبيشنت وللممارسين الصحيين نفسهم. طيب الريسك ايدنتيفاي بيست اون وات؟ لما يكون في تحديد للريسك احنا نحتاج عناصر حتى بناء عليه نقدر نحدد الريسك، يعتمد على الجيوغرافيك لوكيشن، كوميونتي اند بوبوليشن. مثلا الجيوغرافيك لوكيشن، انت كممارس صحي مطلوب عليك مثلا ريسك اسسمنت في الكريتيكال اريا، خلينا نقول ان اي سي يو، خلينا نربطها بالان سي ار استراتيجي. احنا اطلقنا من فتره قريبه الان سي ار استراتيجي، حددنا فيها الجاب، حددنا فيها الفيش بونز بيست على الجاب. احنا كممارسين صحيين اخذنا التولز يعتبر على الريسك اسسمنت، نزلنا على الـ NICU Critical Area، حددنا المخاطر اللي ممكن تساعد أو ممكن نعتقد أنها ساهمت في ارتفاع عدد الكلابسي في النيونيتل، ومن ثم استفدنا من الـ Risk Assessment Tool to ترجمته إلى مشاريع تحسينية واستراتيجيات وطنية. هذا كـ Example Collocation. Number two, the care, treatment and services provided. ممكن تكون مرتبطة بشغلات علاجية، ممكن تكون مرتبطة بشغلات خدماتية تقدم للمرضى من ناحية الكلينينج اند ديسنفكتنج، من ناحية الـ availability of supplies. The analysis of surveillance activities and other infection prevention data again and again. Risk assessment، لما نذكر risk assessment دائما حط في بالك figures. Figures ايش؟ numbers. ريسك اسسمنت بدون نمبرز يعتبر نو ريسك اسسمنت. ليش؟ حتى يكون عندك الصوره واضحه للميجرمنتس، وير يو ار، وير يو ار جوينج تو بي ليتر اون. سو ريسك اسسمنت فيرست لاين تو بيست اون سيرفيلنس داتا. طيب هل الانفكشن كنترول ديبارتمنتس لوحده هو المعني لعمل الريسك اسسمنت؟ طبعا لا، الريسك اسسمنت لابد ان يكون فيه ستوك هولدرز. مثال الستوك هولدرز عندك في المنشأة الصحيه او سواء في الكلاستر او في المديريات او حتى على مستوى الوزاره، لابد ان يكون فيه من الادمنستريشن الاداره، من الكواليتي، من الانفايرمنتال سيرفيسز، من الفارماسي، نيرسينج فاسيلتيز، لابورتوري، ريجولاتوري، ميديكال ستاف. طبعا كل راح يعمل في الايريا اللي هو مختص فيها. مثلا انا عندي والله ايشيو في الانفكشن كنترول او في الايفنت في الاي سي يو، انا راح استعين بالادمنستريشن والكواليتي لعمل بروجكت والانفايرمنتال للتاكد من الكليننج والديسنفكتين والنيرسينج للتاكد من البيشنت ريشيو والفاسيلتيز في سيرفيسز المتعلقه باي انترفينشنز انا اعتقد انه راح يخدمني في الانترفينشنز الخاص بالريسك اسسمنت. لذلك الرساله اللي ممكن اوصلها اليوم لكم في الستوك هولدرز، تراي يور بيست تو انفولف
any stockholders. You believe that will be good value to your task. بمعنى إذا عملت risk assessment في منشأتك الصحية، حاول إنك تسوي gathering. gathering وش معنى إيش؟ ضم أو طلب مساعدة لمن أشخاص تعتقد أنهم راح يساعدونك في التدخلات العلمية اللي تكون لها عائد جيد للـ patient safety والـ staff safety. طيب infection control tool for general infection control across settings. طيب لما نقول infection control risk assessment لابد أن يكون based على tools. التولز في some topics وفي some area to fills حتى يكون standardized حتى يكون understandable as well. الـ infection control risk assessment tools هي عبارة عن comprehensive tools to help assist infection prevention and control practices in acute care, long term and outpatient settings. بمعنى هو عبارة عن tools أو forms شامل لكل معايير أو إجراءات الصحيحة لمكافحة العدوى التي تمنع تفاقم وزيادة العدوى، سواء كانت في العناية المركزة أو العناية المركزة أو في اللونج تيرم أو حتى في الأوت بيشنت. طيب نجي لأهم سلايد اللي بناء عليه راح يكون العمل الريسك اسسمنت كلير فور يو. الستيبس اوف كونداكتنج انفكشن كنترول ريسك اسسمنت. انا لما اجي اعمل او مطلوب مني تعمل انفكشن كنترول ريسك اسسمنت، لابد اني اتاكد اني اول شيء مستوعب ومطلع ومدرك الخطوات. اول شيء كرييت تيم. احنا قلنا التيم في ايش؟ ستيك هولدرز. شوف الستيك هولدرز اللي انت محتاجهم، كرييت تيم. انفولف يور ليدر زايم. الليدر لابد ان يكون على اطلاع وعلم بكل ستيبس يتخذ عن الريسك اسسمنت. طيب نمبر 1 وي ديد كرييت تيم، ذن ايدنتيفاي بوتنشال ريسك فاكتورز بيست على انفكشن كنترول ريسك اسسمنت تولز، راح نشوف ان شاء الله في السلايدز القادم. لما نحدد المخاطر اللي ممكن انها او العوامل التي ممكن انها تحدد في المنشاه، راح يتم نمبر 3 او ستيبس 3 تقييم للسكور من خلال الخطر المحتمل وجوده، ومن ثم كالكوليت الريسك. لما يعطيني مثلا نضرب ليترون راح نعرف ان شاء الله نضرب الامباكت في الاوكيرنسي في البريبيرنسي، ذن نشوف الاوفر اول سكور كم. هل حنا والله لا والله ذي نعتبر انها كريتيكال هاي ريسك ولا ميديوم ولا لو حتى يعتمد عليها الديسيشن. بعد ما نحسبها نرتبها حسب الاولويه، مثل ما قلنا ناخذها من الاعلى الى الاقل، وبعد ما نرتبها نسوي ديستريبيوشن للفايندينجز، ديستريبيوشن للتاسك. والله حنا مثلا حصلنا انه الكلابسي في الان اي سي يو لشهر فبراير كايفنتات عالي جدا. اوكي هو اعطاني اعلى سكور في الريسك اسسمنت في شهر مثلا فبراير. اوكي الان وات از نيكست ستيب؟ ديستريبيوت الفايندينج. ديستريبيوت معناته ايه؟ شيرت، يعني شاركه مع مين؟ شاركه مع الليدرز، مع الاي بي سي ديبارتمنت، مع الان اي سي يو يونت، مع الكواليتي. ليش؟ حتى يكون في انترفينشنز. لما تشيره مع الليدرز راح يكون في بريبير بي اي بي اللي هو بيرفورمنس امبروفمنت بروجكت. بعد ما يتم عمل بيرفورمنس امبروفمنت بروجكت راح يكون فيه ميجرمنتس، يكون فيه بيس لاين. لما بديت انت مثلا في شهر فبراير كان عندك 10 كلابسي ايفنت في الاي سي يو، بعد 2 مانس 3 مانس صار فيه اوبزرفيشن، صار فيه امبروفمنت ريدكشن في الكلابسي ان اي سي يو، نزل معك من 10 ايفنتس الى مثلا 3 ايفنتس which is great value. هنا يحق لك انت كممارس مكافحه عدوى كشخص تعمل بمكافحه العدوى to celebrate your success، يعني تحتفل بالاوتكمز والجود اوتكمز والنجاح اللي تم عمله. لذلك مهم جدا ان نستوعب وندرك الستيبس، بعيدها بشكل مختصر. create your team، identify potential risk، assess الريسك، calculate it، rank it according to priority، distribute it، share it، prepare PIP. طيب assessment process ما راح ناخذها بشكل مفصل الان. قلنا اول واحد
انك مثلا تشكل فريق، تشكل فريق يساعدك او يكون انجيج في عمل الريسك اسسمنت. بعد ما نشكله نحدد المخاطر التي ممكن انها اعتقد انها ساهمت في الانفكشن. ممكن تكون من خلال الكوميونتي بوبليشن، ممكن تكون من خلال البوتنشال سبيسيفيك انفكشن، ممكن تكون من خلال خدمات علاجيه واجراءات رعايه، ممكن تكون متعلقه من خلال الادوات اللي تستخدم في الكريتيكال ارياز سواء في الاو ار او في الان اي سي يو، او ممكن تكون من خلال الانفايرمنت او البيئه المحيطه للبيشنتس. طيب نمبر 3 قلنا سوي تعمل اسسمنت. لما تعمل اسسمنت لابد ان تتذكر 3 شغلات اللي هو اي بي سي. اي اللي هو البوتنشال امباكت، لما اقول بوتنشال امباكت اللي هو الاثر المحتمل اثناء عمل السيرفي او الريسك اسسمنت تولز انا لاحظته. بوتنشال امباكت بشكل مبسط هو يحدد من خلال التقييم المحتمل الذي ينتج عنه خطر للمريض، مثلا ممكن يكون مرض، او ممكن يكون لو لا سمح الله وفاه، او ممكن يكون انه يحتاج ادخال تنويم للفاسيلتي. هذا هو البوتنشال امباكت، يحدد من خلال evaluating the potential for the patient. B probability of the event or condition occurring. لما تعملت انت الانفكشن تحدد، لما عملت الريسك اسسمنت مثلا تحدد من خلال evaluating the risk of the potential treating actual occurring. مثلا انت لما عملته تحدد الى اي درجه انت تعتقد انه احتماليه الريسك او الايفنت هذا يشكل خطر ويهدد خطر حدوثه على المريض. لذلك مهم جدا ترتب او تكون في كورليشن، ارتباط ما بين البوتنشال امباكت والبروبرتي اوف ذا ايفنت. اخر شيء اللي هو organizations preparedness، اللي هو جاهزيه المنظومه اللي انت تعمل فيها. مثلا انت تعمل في مستشفى، نزلت للاي سي يو، حددت او قيمت انه والله عندي انا بوتنشال ريسك يهدد خطر للبيشنت، وحددت انه مثلا احتماليه حدوثه عاليه اعطيته نمبر 4، وحددت مثلا جاهزيه المنشاه اعطيته مثلا 1 او 0، انه ما في جاهزيه. لذلك تعتبر من الكريتيكال ايشوز. أبعيد أجين، لما نعمل assessment لابد النظر في 3 شغلات. أولا تأثير احتمالية الحدوث المشكلة وهي تحدد من خلال evaluating the potential risk. اثنين تحديد احتمالية حدوث الـ event وهي تحدد من خلال evaluating the risk of potential treating actual occurring. ثلاثة من خلال جاهزية المنشأة. نمبر 4 و4 اللي هو عمل السكورينج. عمل السكورينج مثلا كالكوليت النمبرينج اوف ايتش جروب تو بروفايد نيوميريكال ريسك ليفل اوف ايتش ايفنت. راح نعرفها في السلايد القادم كيف نعمل عمليه حساب الريسك اسسمنت. والنقطه الاخيره اللي هو عمل اولويه للتدخل، نبدا بالهاي ريسك الى اللوست ريسك. طيب الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت لابد انه يكون سمارت. احنا دايم نسمع سمارت في الريسك اسسمنت وفي الكواليتي، لذلك حبيت انه تكون في السلايدز هنا. وش معنى سمارت؟ الاس ابريفيشن فور سبيسيفيك، تخليك يعني دايم اون ذا بوينت، تارجت لك اريا محدده، مشكله محدده، خليك مره تكون سبيسيفيك. انا ما ادري شلون اقولها بالعربي للامانه، يعني خليك يعني شيء محدد، انت تعرف وين رايح اله. راح مثلا الناي سي يو، ليش رايح الناي سي يو؟ اشوف الكلابسي، متى بروح للناي سي يو، في المورنج شيفت، متى بقابل، مين بقابل، بقابل مثلا نيرسينج اكس، فيزيشن اكس، راح اشيك مثلا على ايريا محدده. هنا تكون سبيسيفيك، يعني انا حددت غرض معين لتحقيقه. اثنين يكون مجربل. وش معنى مجربل؟ يعني يكون قابل للقياس. لما انا اروح واعطي فيجرز معين بعد ما اعمل انترفينشنز اشوف الجابس، هل انا فعلا حددت الايم حقي ولا ما حددته. ممكن الميجرمنتس تحدد من خلال الداتا. اكشنبل مثل يقول ران كثريتس بيست اون امباكت اند بروبابيلتي. اجين اكشنبل يعني تكون
تحدد الأولويات، تبدأ بالأسوأ إلى الأفضل. realistic ask your staff for suggestions، يعني خلي فيها منطقية شوي. مثلا share الستاف اللي معك، اسألهم عن المقترحات اللي ممكن من خلالها يتم تحسين الوضع خلال عمل risk assessment. timely set up and potential reviews، بمعنى انت عملت الريسك اسسمنت اليوم، اعطي نفسك وقت بعد شهر او بعد 3 اسابيع سوي ريفيو للريسك اسسمنت. لذلك سمارت هي عباره عن specific, measurable, actionable, realistic and timely. طيب رول الريسك اسسمنت في الانوال بلان، في الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت، دائما نسمع في الخطط السنويه لاقسام مكافحه العدوى، لكن الدور الكبير لاي خطه سنويه للانفكشن كنترول لابد ان الفيرست ستيب انها تكون ريسك اسسمنت. بدون ريسك اسسمنت ما راح يكون في خطه سنويه للقسم. تلاحظون في الايمج او في السلايد انه الريسك اسسمنت مكتوبه بشكل كبير جدا ويجي بعدها سم ستيبس. لذلك اذا انت تحتاج خطه سنويه في القسم الخاص فيك وفي المنشأة اللي تعمل فيها، لابد انك تعتمد فيرست ستيب على الريسك اسسمنت، بعدين يكون فيه اولويه للريسك اسسمنت، اولويه للتدخلات، ومن ثم يعمل خطه تصحيح او اكشن بلان على الاولويه اللي تم عملها من خلال عمل الريسك اسسمنت. الخطه او الاكشن بلان ممكن تحتمل على جول، اوبجكتيف، استراتيجيز، وايفالويشن. ممكن نتطرق لها بشكل كبير في الكواليتي سيشن لانها مختصه في البي اي بي اي بي. طيب هدف الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت، احنا قلنا قبل شوي انه لابد من تحقيق او عمل على 3 شغلات، نعيدها الان بشكل مختلف: ايفالويشن بوتنشال ريسك فور انفكشن، ايفالويشن الهارم اللي انا اعتقد من خلاله انه ممكن يصير او يتسبب للمريض، وايفالويتنج جاهزيه المنشأة الصحية من خلال الدوكومنتس أو من خلال الفلور اللي بناء عليه المنشأة الصحية تحدد مسؤولياتها. طيب الكومبوننتس الخاص في الريسك اسسمنت، نبدأ مثلا بالبروبابيلتي اوف اوكورنس اللي هو احتمالية حدوث الخطر، يعتمد على معرفة الريسك من خلال بيانات تاريخية أو من خلال تقارير خلال عمل الريسك اسسمنت. نلاحظ السلايد في تيبل تحت، التيبل فيه تقريبا 3 elements. راح نشرح مثلا هنا على الليفت الريت، بعد الريت يجي probability occurrence، بعدين يجي الديسكريبشن. probability occurrence اللي هو احتمالية حدوث الخطر صنف إلى 4 تصنيفات. التصنيف الأول هو عبارة عن زيرو، probability occurrence يكون never، الديسكريبشن يكون no possibility to occur. خلينا نبسطها أكثر. لما يكون عندك rate أو لما يكون عندك صفر في تقييمك الريسك assessment، أنت بمعنى ذلك أن تقول أنا والله الوضع عندي تمام، ما في أي احتمالية أنه يكون في خطر أو حدوث خطر. لما يكون عندك نمبر 1 انت تقول انه نادر انه يحدث، والريسك از نوت اكسبكتد تو اكيور، يعني يكون غير متوقع انه يحدث. النمبر 2 اللي هو الميبي، انه والله تقول لا انه ما بين البين، ميبي يعني وسط، يكون الاكيور انفريكوينتلي بات ريمينز ا بوسيبيليتي فيو تايمز بير يير اور بير اكتيفيتيز. لما نقول ميبي في العاميه نقول ممكن يحدث من وقت لوقت، لكنه الاحتماليه وارده جدا. نمبر 3 لايكلي اللي هو اللي هي الاكثر من الامكانيه، الريسك انه از نوت بريسيستنت ايشيو وانس سيفرال تايمز بير يير مانث اور بير اكتيفيتي، ان هي اعلى من نمبر 2. نمبر 4 لا، انه والله اكسبكتد، انا متوقع انه بعد ما عملت الريسك اسسمنت انه لا راح يكون فيه حدوث او راح يكون فيه ايفنت تشكل خطر على المنشأة وعلى المريض. لذلك تصنيفها يكون كالتالي: 0 1 2 3 4، ومن ثم probability كريتن الصفر مقابل النفر،
ما راح يكون في حدوث. واحد يقابل الرير نادر، اثنين ميبي، ثلاثة لايكلي، أربعة اكسبكتد وهو متوقع. طيب هنا الكومبوننت الثاني اللي هو الامباكت ات ليفلز. الامباكت ممكن يكون على مستوى 3 تو 5 لايف اور هيلث، ممكن يكون ديستربشن اوف سيرفيسز اللي هو انقطاع بعض الخدمات، ممكن يكون فقد لبعض الوظائف او الاطاله المريض، ممكن يكون برضو شيء متعلق بالفاينانشال اللي هو على مستوى الاورجنايزيشن كفاينانشال لوست او كوست. مثلا كوست، لما اتكلم كوست على التكلفه، مثلا التكلفه العلاجيه وبقاء المريض فيه راح يكلف المنشاه شيء كثير، لذلك مو شرط انه يكون متعلق بالبيشنت. يكون تقييمه من خلال الريت، الريت نعطي رقم واحد اذا كان مينيمال كلينيكال نو ريل ريسك اور هار، نمبر 2 مودريت اللي هو يعني متوسط مينيمال ريل ريسك اور هار، ثلاثه بيرمننت هار بلونج لينث اوف ستي، اربعه سيريس لوز اللي هو بيرمننت انجري، اربعه لايف ثريتنج اللي هو يشكل خطر للحياه ممكن يسبب وفاه لا سمح الله. الكومبوننت الثالث اللي هو جاهزيه الجهاز او المنظومه اللي نعمل فيها من ناحيه ستيتس اوف كرنت بلانز امبلمنتيشن تريننج ستيتس availability of backup system إلى آخره. تقيم من خلال الريت، نعطي واحد لما تكون solid. وش معنى solid؟ معناته أنه صلبة، أنا أعمل في منشأة صحية صلبة جدا تحمل جميع إجراءات مكافحة العدوى، يوجد عندها سياسات وإجراءات، توجد عندها خطة سنوية، يوجد عندها تيم للريسك اسسمنت. يعني الريسك وود بي افويدد اف بلان اوف اكشن توك بليس، معنى لما يكون عندي سوليد ان شاء الله ما في احتماليه لحدوث الريسك. الريت اذا كان الريت عندي اثنين يكون الجاهزيه المستوى الليفل حقها جود، تكون النتائج مينيمايز باي بلان اكشن، يعني في اكشن وفي بلان ممكن تغطيها. رقم ثلاثه يكون فير ما بين او عادل، يكون البلان اوف اكشن نيدز تو بي موديفايد از سون از بوسيبل، يعني انه يكون في خطه صحيه لكنه لابد انه عمل تعديل لها بحيث تكون متوافقه مع الوضع الراهن للمنشاه. اربعه تكون بور اللي هي ضعيفه، بلان اوف انفكشن نوت انف، يعني الخطه غير كافيه لتغطيه الريسك اسسمنت. فايف اللي هو نون نو بلان اوف اكشن وهي الأسوأ في جاهزيه ال المؤسسات الصحية. طيب كيف نعمل الريسك اسسمنت؟ Multiply the rating of each risk in the area of morbidity, impact and organization preparedness يعطيني الريسك سكور، بمعنى نضرب احتمالية حدوث الخطر في تأثيره في جاهزية المنشأة، نضرب الامباكت في البروبابيلتي في البريبيردنس يعطيني الريسك سكورز. هنا مثال للفورم الخاص بعمل الريسك اسسمنت. نلاحظ انه الهوسبيتال نيم موجود او الداتا الخاصه بالنيمز موجوده في الشريط فوق، ومن ثم عندي على الليفت او على اليسار مواضيع ممكن تكون هي بوتنشال للريسك. مثلا ناخذ اللاك اوف هاند هايجين، بدينا بالبروبابيلتي اوكرنس، بدينا مثل ما شرحنا قبل شوي يحتوي على خمسه عناصر نيفر رير ميبي لايكلي اكسبكتد، ومن ثم الامباكت هل هو شكل لايف ثريتنج للمريض ولا سيريس لوز ولا اطاله للمريض في العنايه المركزه، اعطيناه من 0 1 2 3 4، ومن ثم جاهزيه المنشاه الصحيه من 1 الى 5 اذا كانت نون ولا بور ولا فير ولا جود ولا سوليد. ناخذ اكزامبل هنا مثلا اللاك هاند هايجين كومبلاينس، نلاحظ انه الاكزامبل عطى ثلاثه لايكلي من ناحيه احتماليه حدوث الخطر، وعطى اربعه للامباكت اللي هو احتمال تهديد الحياه للمريض، وعطى جاهزيه المنشاه الصحيه ثلاثه. لو نلاحظ نضرب ثلاثه ضرب اربعه ضرب ثلاثه يعطيني 36. طبعا الامثله اللي تحت نفس الطريقة. عطى lack of airborne precautions أربعة،
اكسبكتد هاي، عطى هاي برضو في الامباكت، وعطى هاي في الجاهزيه، لذلك ضربنا 4 في 4 في 4 اعطاني 64. ان شاء الله تكون واضحه. طيب بعد ما عملنا العمليه الحسابيه للريسك اسسمنت، نجي عندنا في البرايورتي وهي اخر ستيبس لعمل الريسك اسسمنت. هنا اكزامبلز اعطاني في الايفنت اللي عملت لها ريسك اسسمنت، وفي اليمين مره في التوتال سكورز. لاحظ انه في اول 3 كاتيجوريز ريد، ليش؟ لانها هي اللي عندي الهاي سكور 64 64 64، ومن ثم جاء عندي اليلو اللي هو 36 36 32 32، ومن ثم اللي هي الجري المنطقه الرماديه اللي هي 18، ومن ثم الاقل 9 الى الاقل 4. لذلك بعد عمل الريسك اسسمنت ضروري انه نعمل برايورتايز الريسك according to the highest to the lowest. ليش؟ حتى انا اعطي اولويه لي وللستوك هولدرز انه لا والله انا راح اركز على مثلا الاعلى اللي هو 64 لعمل خطط تصحيحيه واجتماعات دوريه وميجرمنتس للريسك اسسمنت حتى يكون عندي اوت كمز. راح اعطي اولويه لل 64 اكثر من الاربعه، لان الاربعه تعتبر عندي انه مو والله هاي ريسك. في النهاية في الكونكلوجن، الريسك اسسمنت يعتبر أو يلعب دور مهم لتحديد حدوث أو إمكانية حدوث الخطر في منشآتنا الصحية. 1. 2. يساعد صناع القرار في منشآتنا الصحية لعمل خطط تصحيحية تهدف وتحاول تحقق في الأول وفي الأخير حفاظ أو maintain الهيومن and financial resources، مواردنا البشرية والمالية. وفي الختام الأخير implement the whole of infection control risk assessment راح يضمن لي فعالية نتائج جيدة في المنشآت الصحية. هنا مراجعنا للفيرست lectures، ويعطيكم العافية. إذا في أي questions تفضلوا، أي سؤال تفضلوا.